دائما حاضرة في المشهد الريادي الوطني. الآن احنا كرهنا على هذا اللقاء الوطني اللي كان ننظموه في إطار الاحتفالات بالذكرى 17 لتربع صاحب جلالة على عشر أسلافه الميامين. أعطيناه لقاء وطني لأننا كنهيئوا إن شاء الله، وكما لاحظتوا أنه كان حضور ديال الإخوان الإماراتيين كضيف شرف في فريقي بحضوري بفريقهم الوطني، على أساس أننا نشتغل إن شاء الله السنة المقبلة على أن يرجع هذا اللقاء لقاء دولي باش يمكن لنا نراهنوا عليه. وكاين الفرق اخرى اللي غادي تكون الرباط ان شاء الله، المحمديه، طنجه، يعني هذه الفرق الجامعين كلها غتشارك معنا، واللي احنا كنختاروا دائما الصرف التفاؤل لاننا كنامنوا هو انه تكوين الشباب وتكوين الاطفال هو اللي كيعطي الانطلاقه الاساسيه للرياده البحريه. الاشكال المطروح بالنسبه لهذه الممارسه ديال هذه الرياده هو انه اليات العمل من قوارب والقوارب اللي هي لا توجد بالمغرب، وبالتالي اقتناؤها يجب ان يتم من خارج الوطن، وهذه كطرح لنا عده اشكاليات على المستوى الجمركي. كنوجه نداء الى السيد وزير الشباب والرياضه والى جميع المتدخلين في الشان الرياضي ان يتعطى هذا الاهتمام، على اساس اننا يسهلوا لنا الحصول على اليات العمل باش يمكن لنا نعطيو اشعاع، ويمكن ان نخليو الرياضات البحريه من الرياضات الشعبيه القويه، لان البحر يلعب دور كبير في تكوين الشباب وفي تكوين العقليه ديال الانسان ديال الشخص ديال الطفل وفي تربيه نفسانيا، وهذا هو الاساس. اذا كنوجه نداء الى ساكنه الجديده باش يحضروا معنا في هذا الحفل الريادي الكبير، وباسم المكتب المسير وباسم شخصي كنهنيو صاحب الجلاله على تربعه على عرش السلافين الميامين، ونطلبوا له الصحه والعافيه والله يوفقه في عمل ديالو، ويحيى الملك ويحيى الوطن دائما ان شاء الله. للاسف ما استطعناش اننا نديروا انطلاق هذا الحفل ديالنا من الشاطئ، لان المجيد مدينه الجديده كما قلت بدون شاطئ، ومدينه بدون شاطئ نحن ننتظر ان يعود شاطئ المدينه الى مدينه الجديده لنعود الى شاطئ المدينه. اذا كنتمنى انه نحافظوا على الشاطئ ديالنا، لان المدينه الجديده هي عروس الشواطئ، وبالتالي لا يمكن ان نقتل هاته العروس وان نضحي بهاته العروس. فمدينه الجديده من تستحق منا كل الاهتمام وكل الاعتبار. كنوجه النداء ديالي لجميع الغيورين على هذه المدينه باش اننا هذا التسيب الواقع داخل الشاطئ يجب ايقافه، وعلى كل واحد ان يتحمل مسؤوليته من خلال موقعه.